ما بدي حدا يعرف مين يلي عملها. خلي القضية تتسجل ضد مجهول، ما بتتركوا ولا دليل وراكم. تمام. إليف، هذا بده يأذيها لإليف، على الأكيد رح يحاول يعمل لها شيء. لازم خبر هشام فورا. بابا؟ اها سهام، خير؟ انت وين كنتي؟ داخل. ايه، اجا عزيز اخذني ورحنا مع بعض مشوار. ايه، وانت شو اللي مسهرك لهذا الوقت؟ ولا شي، ما اجاني نوم فقلت بتفتل بالبيت. طيب وينو عزيز؟ بالمطبخ عم يشرب مي. طيب رح اغلي لك كاسة حليب بتريحك وبتنام. يلا تعي. عزيز، مساء الخير سيدي. مساء الخير. الحليب. يلا وانتوا روحوا ناموا كمان. يلا. عزيز، هلا نحن لامتى بدنا نضل عم نلعب هي اللعبة؟ لامتى بدك تضل مخبي زواجنا وخصوصي عن إليف؟ امتى رح تخبرها الموضوع؟ كل شي بوقته حلو، لا تشغلي بالك. شو عم تساوي؟ عزيز، شو متوقع اني ساوي؟ رايح نام على الصوفاية. من شان الله، انت ليش عم تعمل معي هيك؟ ليش بس بدك تضايقني؟ الظاهر انك ما عم تفهمي، بحياتنا ما رح نكون زوج وزوجة. انا بحب إليف اكثر من روحي ورح ضل حبها لاخر حياتي، واحسن لك تفهمي هذا الشيء. أيوة عزيز. ألو هشام، تعرف أنا ما عم بقدر أطلع، بس بالي عند إليف، فيك تروح تراقبها؟ أنا كتير خايف إنه يصير لها شي. أنت لا تاكل هم، أنا عم لحق الرجال، بس إذا أنت بتقدر تعرف لي مع مين عم يحكي تسهل شغلتنا. طيب أنا رح حاول أوصل لموبايله، بس بترجاك انتبه لا تحسسها بشي بنوب. هي كتير زعلانة على أمها، ما بدي تتوتر من هالشغلة. طيب أخي، أنا رح راقبها وما رح حسسها بشي بنوم. يلا بشوفك. بشوفك. سهام، وين؟
تفضل امرني. جيبي لي موبايلي من فوق. تحت امرك. تفضل. وينو عزيز؟ ها؟ ما قلت انه كل يوم الصبح لازم يكون موجود معنا على الفطور؟ ها؟ روحي ناديله. ها؟ حبيبي تعال. صباح الخير. صباح الخير. أنا ما عم أفهم عليك، يعني ما بدنا نخبر حدا بهالموضوع؟ لا، بس بدنا نعمل عزا صغير بين العيلة وهذا كل شيء. بس على الأقل كنا حطينا خبر بالجامعة. هلا لو سمحتي ما في داعي نعمل عروض هلأ، كل القصة أنه أنا ما بدي حدا يشاركني حزني. حاضر، تمام. عزيز، سهام جاهزة؟ إيه جاهزة. بأي مقبرة رح ندفن المدام رنا؟ بس نوصل لهنيك بتعرف.